بصي انا مبسوطه النهارده ان انا موجوده في الاريبيان سينما اووردز. بصراحه معموله بشكل اكتر من لائق وشكل مشرف جدا. هي السنه الثانيه على التوالي، بس انا السنه اللي فاتت ما كنتش موجوده. بحب ابارك مسبقا لكل الفنانين اللي هيكسبوا النهارده واحلهم لهم الف مبروك. انتوا اكيد تستاهلوا الجائزه عن جداره، وربنا يوفقكم يا رب من نجاح لنجاح. رمضان 2018؟ لا لسه ما فيش اي حاجه، بس انا بعمل مسلسل اردني دلوقتي اسمه شيء من الماضي. يا رب ان شاء الله كده، اول مره اعمل مسلسل باللهجه الاردنيه. ايوه، فان شاء الله يبقى حاجه حلوه كده والناس تحبه باذن الله. هلا بالخميس، هلا 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 بالخميس، هلا بالوليد، هلا بالوليد، سلام.